اهلا بيكم، معاك الدكتور شريف السقا في مستشفى برجيل فرع جزيره الريف. طبعا يا جماعه احنا عارفين ان في نوعين من انواع تجميل الانف، هي لما يبان على المريض ان هو عامل حاجه بس اللي حواليه مش قادرين يكشفوا ايه هي الحاجه اللي تمت بالفعل، يعني يعمل العمليه بعد العمليه باسبوع او اتنين يبان على الانف ان في تغير بس التغير مش ملحوظ، فبالتالي الناس مش قادره تكشف ايه بالظبط اللي المريض عمله في الانف، ودي طبعا افضل نتيجه للمريض وافضل نتيجه للطبيب بعد العمليه. العمليه بتتم برجيل الريم، بنعمل العمليه وقت العمليه تقريبا في حدود ساعتين لثلاث ساعات، المريض بيمشي في نفس اليوم بعد اربع ساعات لخمس ساعات، ممكن نحتاج نحط حشوه في الانف بعد العمليه نشيلها بعد ثلاث اربع ساعات من العمليه، او ما نحطش حشوه خالص بالطريقه الاحدث دلوقتي، فالمريض بيمشي في نفس اليوم بيبقى مبسوط جدا، والالام اللي بتبقى موجوده شبه معدومه، والتورمات اللي موجوده بتختفي بعد حوالي خمس ايام لست ايام من العمليه. شرفونا في برجيل فرع جزيره الريم، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم.